كنعرض الصور ديالنا اللي هما ديال جميع الاقصائيات اللي تتكون والمواسم وبعد الميداليات ديال الخيول ديالنا اللي فازوا في السباق ديال الزين ديال الشوف ديال الخيل، ودرنا بعد الاراء ديالنا اللي تنشوفوها حنا كبارديه بغيناها باش تكون ان شاء الله الناس ديال لاسوريك والناس المسؤولين باش يسمعوا هذا النداء ديالنا باش يشوفوه. وهو تندعو على المشكل ديالنا ديال لاسيرونس ديال الخياله، تندعو على الناس اللي تيصوبوا المكاحل باش تكون لهم واحد الكومبيتيسيون على اساس باش نعرفوا شكون هو اللي تيصوب المكاحل مزيان وشكون اللي ما تيصوبش المكاحل مزيان، ويكون عندهم واحد الترخيص من الجهات المعنيه على اساس باش تكون السلامه ديال راكب الحصان، يعني ما توقع حتى شي افات. وتنعرضوا بعد الصور مع سيدنا الله ينصرو، كاين بعض الصور اللي حنا عارضينهم هنايا وهو ديال بعض الركابه اللي هما تيمارسوا الرياضه ديال ركوب الخيل اللي هي التبورده، وتيمارسوا الخياطيه باجمل الطريقه ديال الخياطيه ديال جهه الدار البيضاء. يعني هادو هما الصور ديالهم هنايا كاينين. وكاين بعض الدراري اللي يلاه يلاه الحمد لله وصلوا ل 21 عام 22 عام 23 عام 24 عام، اللي اصبحنا كوناهم وعلمناهم باش يهزوا المشعل ديالنا، منهم الدري ولدي، منهم بعد الاصدقاء ديالو وداكشي، صبحوا تيديروا في الخياطيه تيمثلوا باحسن تمثيل. واتمنى من هذا المنبر بان تنطلب جميع الجهات اللي في المملكه باش يديروا كل جهه دير لعبها. الله يجازيكم بخير الاخوان، يعني اللي في منطقه الدار البيضاء يدير الخياطيه ديالو، اللي في منطقه ديال الصحراء يدير اللعبه ديالو، اللي في المنطقه ديال الاسفي الشياد ما هذه عندهم الناصريه يديروها، الناس ديال الشرقاوه يديروا ديالهم، الناس ديال الحيانيه يديروا ديالهم. بركه علينا من هاد كل جهه تتاخذ اللعبه ديال جهه اخرى، الله يجعل البركه. وتنطلب من جميع المقدمين باش يكونوا في مستوى عالي، يعني المقدم يكون شهم، يكون يخرج، ماشي كيما تيقولوا المقدم يعني العود بلا مولى لا سنحتوه، راه هي هذه. يعني المقدم ديال الخيل خاصو يخرج المكحله ديالو، ماشي غير ينداه وما يخرجش ويضرقها او لا يدير فيها كلينيكس كيما تنقولوا. هذا الشيء راه الناس راه عرفاته، والجمهور الحمد لله ولا تيفهم، والله يجازيكم بخير. فرجوا الناس، عطيهم واحد الصوره اللي هي ديال الناس ديال الناس القدام، الناس ديال زمان. يعني تخسر ولا ما تخسرش، المهم المقدم خصو يخرج. وشكرا للاخ على هذا اللقاء، وتنشكرك مره اخرى.